خطط تحلية مياه البحر بالعريش من الإنجازات الكبرى التي تم تنفيذها بمحافظة شمال سيناء لتلبي احتياجات المواطنين وللقضاء على نظام المناوبة والضخ طوال 24 ساعة يوميا. إنشاءت المحطة من سنة 2020، أخذنا سنتين تنفيذ فيها، خلصت تسليم ابتدائي 26/11/22. المحطة قدرتها 100,000 متر مكعب، بتخدم مدينة العريش رفح الشيخ زويد، بتكفي احتياجات العريش بالكامل. كانت الأول المية، كان في مشكلة كبيرة هنا في المية، كانت ما كانتش موجودة باستمرار، كان دايما في مشاكل في المية. دلوقتي قدرنا نتغلب على المشاكل دي عن طريق ان احنا بنضخ دلوقتي 100,000 متر مكعب في اليوم. صممت المحطة بأحدث التقنيات التكنولوجية، وتم ربطها بخط المياه الرئيسي لتغذية مدن العريش والشيخ زويد ونخل والحسنة بمياه الشرب. هنا بيتم التحكم بسكادا سيستم، ده اعلى حاجه موجوده في الكنترول والتحكم بالنسبه لمحطه التحليه. بيتم التحكم اوتوماتيكيا في جميع مراحل التشغيل والايقاف وخطوات التشغيل كامله. تشهد محافظة شمال سيناء طفرة إنتاجية غير مسبوقة تتمثل في منظومة محطات تحلية مياه البحر، حيث تساهم في توزيع المياه على الأحياء والتجمعات وتوفير مياه الشرب للمواطنين بصفة مستمرة. محطة تحلية مياه العريش إحدى أهم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية لتحقيق التنمية، والتي يتم من خلالها الاستعداد لتدفق الاستثمارات لإنعاش المحافظة اقتصاديا. من شمال سيناء، محمد الخطيب، النيل.